النفس وتقدير الذات للدفاع عن النفس في تقرير نشاهده من الشرقية. ردة الفعل انا ماسك جامد، غير كذا الثانية اللي انا قاعد اسويها هل اخلي الاتزان عنده امسك جامد، شوف شوف على طول يسوي، وانا رحت استهدفت المفتاح اللي قاعد يقفل فيه هو، صارت علمية الشغلة. قام الماستر سامي العساف باستحداث اسلوب جديد لتدريب الفنون القتالية من خلال إطلاق اتحاد الكايند مان للدفاع عن النفس، والهدف منه الدفاع عن النفس بدون إيذاء الطرف الآخر، ليكون الحلم سيد الموقف والدفاع عن النفس بأقل الأضرار الجسدية والنفسية. رياضة جديدة سميتها كايند مان، يمكن الاسم أقصد فيه الرجل المهذب، الرجل الحليم، الرجل الطيب، وربطت أخذت مع مهارات دفاع النفس وفنون القتالية وقمت بمزها وتنظيمها وتطويرها بشكل يتناسب ويتلائم مع الفئات العمرية من الذكور والإناث، يعني الكبير في السن غير الصغير، المرأة غير الطفل، ومن هالكلام جينا سوينا سميت هذا الكايند مان أو الرجل الحليم والرجل المهذب، قسمت لأربع أقسام عشان أعطي لكل فرد في المجتمع حقه. يعني حاولت جاهد اني ابحث عن الاماكن اللي يمسك فيها دائما الاطفال يمسكون بعضهم، وحاولت اني اجيب لها حل، وحل يتناسب مع قدراتهم العقليه. انا بصغير سن ما راح يقدر على تكنيك قويه مثلا. الان خلينا نبدا بالحركه الاولى مع الكابتن عساف. الان تخيل انه المسك بالشكل هذا، يوم اقول لك انا في بعضهم اللي يلعب بالدفاع عن النفس بامكانه من هنا مسك جامد، مسك جامد، ماسك من هنا بامكاني انا اضرب في الوجه ولا اركل واشوت. احنا ما نبغى الكلام هذا كله، ناخذها بس تدريجيا. المطلوب مني الان امسك، امسك جامد، مطلوب مني اول خطوه اشد يدي هذه الممسوكه، ثاني شيء الف الف الرسغ مفصل الرسغ بالشكل هذا، بعدين اثني يدي قليل والف ساعدي على جهه الابهام، شوف ويتخلص. نعيدها مره ثانيه، واحد اثنين ثلاثه أجين، مرة واحدة الآن بدون أداة أصبح قدرت أن أتخلص بدون مؤذي. هذا الهدف اللي أنا بوصل له. يناسب الكايند مان جميع فئات المجتمع بما في ذلك المرأة، حيث بإمكانها الدفاع عن نفسها بطرق مختلفة. أجين طيب ماسكك من هنا، سوي مراجعة حق اللي سويناه قبل شوي، لو ماسكك من هنا ماسك بثنتين، لو ماسكه من هنا طيب افرض ما مسكتك هنا، مسكتك هنا شلون؟ مسكت هنا نفس الشكل زي بعضها، من هنا اوه مسكت نوع من هنا نزل تحت ماسكه بضرب بضرب اوه شوف بس ينزل يده فكت اليد. كما يمكن للأطفال الاستفادة من هذه المهارات المهمة. أقول صغير السن المفترض أنه ما يتعلم ولا حركة عنيفة، يعني يتعلم مهارات دفاع النفس بدون إيذاء جسدي. عاد أنت شوف المجموعات اللي حطيناها فيه، مجموعات كيف يتخلص من المسك لو امسك. وعلى فكرة أنا سويت استبيان في المدارس، في المدارس كثير، واتضح مشاكل كثيرة صراحة. يعني أنا عن نفسي عندي صديق يقال له باسم البدر، في يوم من الايام يقول لي اتصل علي مدير المدرسه يقول لي تعال بسرعه، جيت لقيت ولدي يقول جالس في الاداره وحواليه مدرسين تخيل ومدير المدرسه، قلت لهم خير ايش صاير؟ قال ولدك هذا نقز من طاولته على طاوله ثانيه، ضرب زميله خطر طاولتين انما انكسر زميله في المدرسه. فيقولون ولدك هذا ايش يلعب؟ قال انا معلمه كونغ فو، يتدرب كونغ فو. قال يا اخي حرام عليك، صغير في السن تعلم كونغ فو؟ شوف ايش سوى هذا. يقوم الماستر سامي العساف بتدريب العديد من الأطفال والشباب لأساسيات هذا الفن بعيدا عن عوائق القدرة الجسدية، فالكل بإمكانه الاستفادة من قدرات جسده. لبرنامج صباح السعودية، محمد الحمادي، الدمام. شكرا لمحمد على هذا التقرير، وان شاء الله يكون فعلا يعني نكتسب شويه مهارات. خلينا بالتاكيد حسال عادل، حسال